كابتن شريف نفس نتيجه الشوط الاول وفوز مستحق للنادي الاهلي. مبروك كابتن ايمن، مبروك ثلاث نقاط، وده اللي اتفقنا عليه قبل المباراه ما تبتدي، ان احنا عندنا هدف واحد بعد العوده للمباريات المحليه وللدوري العام اللي هو الفوز والتقدم. النهارده انت تقدمت كم مركز يا كابتن ايمن؟ انت بتقول خمس مراكز، خمس مراكز في ثلاث نقاط بالظبط، يعني الثلاث نقاط اللي جايين ان شاء الله هتبقى في المركز الثاني على ما اعتقد او الثالث، يعني هتبقى خلاص قربت للحكايه، وفي نفس الوقت بتدي مسج انك انت بتفكر في كل مباراه. لا ده ممكن توصل المركز الثاني كمان. الثاني كمان، لان احنا النهارده وصلنا ل 36 نقطه. طيب يعني المباراه دي بالنسبه لك ما هي غير تحصيل حصل نقاط. اتفقنا ما تتوسمش النهارده في عرض او في اداء بعد رجوع اللعيبه دي كلها والدخول في جو المباريات والتركيز على المباريات الرسميه ورفع الضغوط كمان، يعني من على اللعيبه من الفتره اللي فيها منتخبات وفيها بطولات زي بطوله كاس افريقيا. فالحمد لله النهارده ان المباراه طلعت بكده، وهتفضل المباراه شغاله كده ايمن بهذا الشكل بالفرديات. صحيح. بالتفكير انك انت كل ما تملك من فرديات، تصويبات، توغل، احتفاظ بكره، تاخد ضربه جزاء، هي طول عمرنا اتعلمنا وبنفكر واحنا بنلعب ان احنا كل واحد فينا عنده مهمه واحده خلال ال 90 دقيقه، مهمه واحده. ايمن مهمه واحده، بلال مهمه واحده، عادل، اسامه مهمه واحده، كلنا كل واحد في السته الاماميين دول والعرضيات اللي بتحصل من الناس اللي بتنطلق، يعني انك انت يبقى عندك مساحه لنفسك في التفكير انك انت تخلص المباراه من كوره واحده، بتركز في 90 دقيقه كلها على كوره واحده، فهمتني؟ زي التصويبه اللي حصلت النهارده دي بتاعت امام، الراجل عدى وراح مصلح الكوره، ما هو ده تفكير برضو، تصليح الكوره للقادم من الخلف ده تفكير، وده تفكير وامام كمان، لا ده تفكير وتكتيك. يعني انا لو مدرب وكلام لازم اتكلم في الضربات الثابته، واتكلم ان لازم تشوفوا الناس اللي جايه من الخلف، ولازم نحضر للناس اللي هي اللي عندها امكانيه التصويب وعارفين احنا بنثق فيهم ان هم عندهم، نديهم المساحات، نوفر لهم الكور. مش هقول له بقى ايه انت تبقى بوكس تو بوكس استك، اشوفك هنا وهنا، الكره تحب لا، في كل واحد عنده مهمه وكل واحد بياخد العين شويه. حسين الشحاتي يعمل لي اشغالات، خدت بالك؟ عشان ناحية اليمين هي اللي تشتغل، يبقى انا كل الدنيا شغاله على ناحيه الشمال والعين مش واخده بالها من الناحيه اليمين خالص، تروح معموله الكروس الناحيه الثانيه، وده اللي حصل في ضربه الجزاء لو تفتكر. الكره كانت ناحيه الشمال خالص، عمل كوكا واحده، اي نعم الديفندر هو اللي صلحها لعمر كمال، عمر كمال عبر العرض، الراجل زق موديست وهو بيحطها بكل قوته، فحصل ضربه جزاء. ما ده برضو تفكير وده برضو تنفيذ. صح. فهي دي الاشياء الصغيره اللي هي بتنتج عنها فوز، بتنتج عنها ثلاث نقاط، بتنتج عنها طمأنينة برضو. انت كل ثلاث نقاط بتاخدهم بتديك ثقة وطمأنينة انك انت ماشي في الشكل بتاعك والاتجاه، انت اللي قدامك وسابقك والكلام من ده قلقان منك انت، لان كل ما بتكسب انت بتيجي في مكانك الطبيعي هتبقى انت الاول ان شاء الله. اول ما هتكسب كمان اتنين هو مش هيكسب، كسب 10 وكل حاجه، واحنا فاهمين الحكايه ان السنه دي عايزين النهارده يبقى في حد غيرنا، خدت بالك؟ او حد بقى ايه جديد يحفظ الدوري. ناس كتير كل واحد يقول لك انا مش عايز الاهلي ولا الزمالك هو اللي ياخد الدوري، نفسنا مره بقى حد زي المقاولين العرب ما عمل كده زمان والفرق اللي هي دخلت في المنافسه وكده. انما في الوضع الحالي وفي الشكل الحالي وفي الظروف اللي بنحصل، احنا عندنا نجم واحد هو ما شاء الله الله اكبر، هو اللي ماشي بمفاهيم والمؤسسه بتاعته هي ما عندناش حاجه اسمها تعادل، ولا عندنا حاجه اسمها خساره، ولا نخسر بطوله، وده بيبقى من جلدك، يعني لو حصل بيبقى بسبب قاهر، يعني قهري غير عادي انت كمان مش متعود عليه، او انت عندك ظروف زي الاصابات والمستشفيات والتحكيم، بتخش في حاجات كتير قوي تخليك ما تروحش للهدف بتاعك المنشود اللي هو كل، والناس ابتدت تستقبل ده، الناس ابتدت تفهم، الناس ابتدت ترضى، يتمنوا لك الخساره، يتمنوا لك انك انت تقع، يتمنوا لك، ولكن هم على يقين تماما انك انت الاحسن وانت الاقدر وانت اللي لما تكسب، ها هقول لنفسي انا ايه ك
كمنافس تاني ليا يعني ده بيقرب. لا مش بيقرب، انا لما انا بكسب بقول لك خلاص ما فيش حاجه جديده. هو ده اللي بيشتغل على ده. احنا فاتنا كتير، احنا فرطنا في كتير، احنا كان عندنا وقت المؤسسه بتاعتنا او مؤسساتنا ما بتشتغلش زي المؤسسه دي. احنا بنحاول نبقى في الصوره جنب الناس دي، ولكن هي بسيطه جدا. انت لو فكرت من حيث ينتهي النادي الاهلي اكيد هيبقى لك وجود وهتبقى منافس جيد جدا وهتبقى في كل حاجه. وانا بنبسط لما بتبقى في فرق قويه كويس بتنافسني، ويجي الماتش فيصل اللي بيني وبينه نقول كلمتنا ونشوف مين فينا اللي ان شاء الله هيبقى له الحضور والوجود في بالتوفيق الماتشات اللي جايه ان شاء الله. وجود لك النهارده والحمد لله.